أصدقائي، أسعد الله مساءكم بكل خير. مرحبا بكم في هذا الموجز القصير في قناتكم المفضلة، قناة دراما كرة القدم. لا نطيل عليكم لندخل في الموضوع. افتتاح الدوري القطري، مباراة السد. من؟ إنه السفاح بغداد بنجاح. بغداد بين مجموعته وهو يستمع التعليمات، وفي عينيه مصمم إلى أن يعود إلى مستواه. الصافرة البداية وانطلاقة قوية لبغداد قصد تحطيم هذا النحس الذي عليه. قتال متلاحم داخل أرضية الميدان. بغداد لا ينتظر طويلا، يستلم الكرة، ينطلق بقوة نحو المرمى، يراوغه ببراعة ويتحصل على مخالفة. انطلاقة في الدقائق الأولى تعكس مدى إصرار بغداد منجاح وقوة مهارته ولياقته التي استرجعها عن طريق التدريب المكثف. وبالنسبة للزعيم في الكرة وفي المحاولة الماضية سقط بغداد أرضا، لاحظوا الكرة عندما مر من خلالها بغداد منجاح سقط أرضا والخطأ موجود. ولحسن الحظ ركلة المخالفة التي تحصلت عليها ترجمها تباطا في داخل المرمى، والهدف الأول للسد. بغداد يريد أكثر من هذا. انطلاقة لبغداد، أخذ الكرة، انطلق نحو المرمى، والهدف الأول لبغداد بنجاح. ولكن الحكم يأبى ذلك. وضعية تسلل على بغداد بنجاح. بغداد دخل في صدمة نفسية. ما الذي يحدث معك يا صديقي؟ ولكن كما هو معروف على الجزائري إنه لا يستسلم. انطلاقة أخرى، بغداد يتريق ويسجل الهدف الثاني. يا سلام، ولكن الحكم يرفع الراية من جديد. بغداد متيقن بأنه لم يكن على خطأ وهو يطلب الفار. بالفعل الحكم استجاب لذلك وهو يناقش غرفة الفار. الجميع ينتظر، ماذا سيقرر الحكم؟ كما ذكرت فيها الحكم سيعلن. ماذا سيعلن؟ كما ذكرت إنه هدف. يا سلام على بغداد منجاح، يسجل الهدف الثاني والهدف الأول له في الموسم. يضرب للمرة الثانية ويسجل هذه المرة عن طريق بغداد الثاني، والضربة الخاصة الأولى بالنسبة له في هذا الموسم في بطولة الدوري. يا الله، هنا ينتهي موجزنا لنهار اليوم. إن أعجبكم لا تترددوا في الإعجاب والاشتراك ليصلكم كل جديد.